ترقبوا تسجيلات حرز الله هي الأفضل. أدور على صديق رحل والدار بعد دار، البيت بعده بيت بس الحيطان حجار، قال في ناس مثل الثلج وقت الشمس تنهار، وفي ناس مثل الحطب بالنار تشعل نار، في ناس بين الخلق قضوا الزمان صغار، في ناس مع فقر ومعاش وبنفوس، والله كبار والله كبار. الله مهني عطين، الله مهني آل الدكة، أبو علي مؤيد معتصم إعمام العريس، الله يخليهم ويهنيهم يا رب. وينو قدر الشلاش وينو؟ لا تلوم الحظ وتلوم النصيب، مع العريس حاضرين شباب الفرسان بعد الموال، شباب دبكة الفرسان بعد الموال يستعدوا دبكي خاصة مع العريس نظمي زينة العرسان. صحة أبو النظمي، الله يهنيكم الله يهنيكم حبيبي. لا تلوم الحظ وتلوم النصيب، ارضى بالمكتوب بتعيش بأمان. سامع؟ اطلب من الله والعنده قريب، لا تأمن الدنيا ما على الدنيا أمان. كل من عايش على الدنيا غريب، كل دولي كل دولي لها رجال وزمان، كل شيء يمكن يداويه الطبيب إلا جرح الموت ما يشفي مكان. سامع؟
الداوي جرحك يا طبيب الما يطيب والظهر للناس أكبر امتحان. حبيب أبو عفيف عن ساعة تخطيك الليالي وساعة تصيب ساعة بتصيب المفكر بالجنات ما هو كل مرج إذا زرعته خصيب ولا كل شوك بتكلب زعفران. العيب بهلو يوم ما يطلع يعيب قال والخير بهلو الخير بهلو مزين لصدر الديوان إن عاملوك الناس كون عذيب ذيب إن عاملوك الناس كون عذيب ذيب كان انت خو خليك خيال الحصان. أظن الرجل بالرجل لا يمكن يخيب الكلام الطيب بنفس الميزان لك في رجل بين الرجال يزيد هيب وفي ناس بتعيش مثل الكركدان. يلا العريس جاهز العريس ابو شلاش الفرسان يلا يلا حبايبي يلا 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 بالصلاة على النبي.